كما لذلك ينبغي يعني عدة خطوات. الخطوة الأولى أن ننسبه إلى اسم يصدق على كل الناس. فالولد مثلا لو كان اسمه حسن ولا حسين ولا محسن ولا حسان ولا أي اسم، طيب بعد ذلك نجعل اسم أبيه عبد الله لأن أبوه عبد الله أيا كان، أليس كذلك؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ونجعل جده عبد الرحمن، وجد أبيه عبد الرحيم، وجد حبوبته عبد الملك مثلا، وهكذا يعني أسماء الله الحسنى ممكن نجيب له 99 اسم. فبعد ذلك هذا الطفل الصغير ترضعه زوجك، المرأة ترضعه من أجل أن يصير ابنا لها من الرضاعة وابنا لك من الرضاعة، ويصير أخا من الرضاعة لجميع بنيك وبناتك، فما يكون في حرج بعدين إذا كبر لأنه يدخل ويخرج. طيب بعد ذلك إذا أدرك يعني بقى عمره 5 سنوات 6 سنوات خلاص بقى بيفهم، نخبره بأنك لست يعني ابننا، يعني أنت ما ولدي، وإنما أنت فلان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كذا. بعد ذلك ممكن يعني بالمعاريض نبين له بأن أباه قد مات، وهو فعلا مات أليس كذلك؟ وإن ما كان مات فإنه سيموت، صحيح؟ ولذلك يعني أويس القرني قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبوك ومت أنت، أنت ذاتك ميت. وقرأ عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. خلاص بعد ذلك هذا الولد ينشأ، ما في أحد يستطيع يهدده، ما في أحد بعدين يقول له: يا أخي الناس اللي أنت قاعد معاهم ديل أنت عارف صلتك بهم شنو؟